واصل المتظاهرون الأتراك احتجاجاتهم في ساحة تقسيم باسطنبول وفي مدن أخرى، مطالبين باستقالة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان الذي دعا إلى وقف حركة الاحتجاجات التي دخلت يومها التاسع. نزل عشرات آلاف الأتراك مجددا إلى الشارع رغم النداءات المتكررة لرئيس الوزراء رجب طيب أردوغان بالوقف الفوري لحركة الاحتجاج التي تهز البلاد منذ 9 أيام، وطالب المحتجون باستقالة أردوغان. وفشلت كافة محاولات أردوغان لاحتواء حركة الاحتجاج المناهضة لسياساته، وأمضى مئات المتظاهرين ليلتهم معتصمين في العراء بميدان تقسيم بإسطنبول، السبب القادح في إشعال الغضب الشعبي ضد حكومة حزب العدالة والتنمية. وشاركت المئات من التركيات في مسيرة بإسطنبول تضامنا مع آلاف المحتجين المناهضين للحكومة، ورددت المتظاهرات هتافات مناوئة للحكومة وطالبنا بالمساواة في الحقوق. من جهة أخرى، يستعد مشجعو أندية كرة القدم الرئيسية الثلاثة في إسطنبول للخروج في مسيرات متزامنة في ميدان تقسيم، كما يتوقع أن تنظم عدة تجمعات مناهضة للحكومة نهاية الأسبوع في إسطنبول وأنقرة وأزمير للمطالبة باستقالة أردوغان وسط تصاعد حدة الاتهامات له بممارسة الحكم السلطوي. إلا أن أردوغان خلال لقاء أعضاء حزبه لم يكتفي بمحاولة التهدئة، بل حاول لعب ورقة التظاهر المضاد ليثبت قوته والدعم الذي يحظى به من طرف قسم كبير من الرأي العام التركي. ووجهت انتقادات دولية لأردوغان بسبب قمع الشرطة للمتظاهرين، وندد الاتحاد الأوروبي بالعنف، كما صعدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لهجتها، وكذلك الاتحاد الدولي للصحفيين والاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ضد وحشية الشرطة. ورد رئيس الوزراء التركي باتهام الغرب بالكيل بمكيالين بشأن تركيا. وبحسب الحصيلة الأخيرة التي نشرتها نقابة الأطباء الأتراك، أدت الاحتجاجات إلى مقتل متظاهرين وشرطي وسقوط قرابة 5000 جريح. في غضون ذلك، يتوقع أن يتجمع آلاف الأشخاص في نيويورك في تظاهرة دعم لحركة الاحتجاج بتركيا.